اكتر طبعا اغاني الهضبه كلها حلوه وكلها طبعا بتعجبنا، بس طبعا. انت اكتر اغنيه قريبه لقلبك ايه او قريبه لشخصيتك ايه؟ بصي، يعني وانت بتكتبها كده قلت انا الحاجات اللي فيها كبر وعزة نفس، يعني كبرياء مش كبر، زي هعيش يفتكرني كل ما نقابل في بعض هيفتكرني. طبعا. وبحب الحاجات اللي فيها شجن برضو، مكانك في قلبي. وبحب انت داخل في الويل لان الجمهور عمرو دياب كمان بيحب الاغاني دي قوي، صح، والناس اللي بتبقى عامله الاغاني دي بيبقى ليهم غلاوه خاصه. ف صح. انا طول الوقت كان نفسي في مشواري مع الفنان عمرو دياب ان اقدم النوع ده من الاغاني، وان انا اختلف يبقى ليا بصمه اعمل اللي ما حدش عمله. والفرصه يعني كانت متاحه ليا بشكل اكبر، يمكن ابتداء من يتعلموا. انا فاكر لما عملنا اللي عدى عدى كان العد جريء قوي، ان عمرو دياب قال لي انا هعرف اقول اللي عدى 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 عدى. عدى ده كتير. فانا طول الوقت كنت بقول اتعلمت منك حاجه في الماركت، ان انت بتقعد تقول لي نستقطب اجيال جديده، فالاطفال الصغيره ما بتعرفش تغني، بتعرف تقول كلمه وتذكرها ويكرروها. فعلا نجحت كده، دي كانت عامله كده، وكان بدا يتجرأ فساب نفسه. فعملنا يوم تلات، انا ببقى حريص من سنه للتانيه. وحميد الشغل بقى مع عمرو دياب بقى صعب بالنسبه لي جدا، مش سهل، المفروض ان انا حافظه. صعب مرهق ان انا اختلف عن اللي انا عملته السنه اللي فاتت. ما هو ده اللي انا عايز اسالك عليه. يعني عمرو دياب الناس اللي في الوسط او المقربين يعرفوا مش سهل انك تقنعه باغنيه. ازاي اقتنع بكل الاغاني دي؟ وعمر اي شاعر يتمنى يشتغل معاه. اكيد طبعا. يعني هو مش 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 مزنوق لحد. لا فانه لا يتعامل بكل ده، ولا وكمان احنا بنرجع سنين لورا، بنرجع سنين لورا كان لسه سنك اصغر وكنت لسه لا ده عمرو دياب. انا بالنسبه لي انا دايما زمايلي حتى المطربين يقعدوا يقولوا عندهم حته كده مع عمرو، اشمعنى عمرو دياب اللي مدلعه وكل شويه بيكتب؟ اشمعنى؟ اشمعنى بقى؟ انا بشوف ان عمرو دياب اداني فرصه طلع اللي جواك. لا لا، في حاجه اصعب إيه من مساله اللي جوايا. هو 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 راهن عليا في وقت صعب جدا، في وقت يمكن كان في خلافات بينه وبين زمايلي واساتذتي، يعني الاساتذه الكبار، سواء يعني ايمن بهجت قمر او بهادي مهدي او او والناس دي كانوا عاملين له مشوار وشخصيه فنيه واتجاه. وهو في الفتره دي كان بيقعد يقول لي انا توكلي على الله عليك. فكان يعني كان رامي كله حمل كبير. وانا كان بيجي لي اكتئاب واقعد اقول له طب الناس هتهاجمني، لان فنان كبير بقى. كان عندي مشكله في الفتره دي ان انا كنت جديد وايمن ولسه داخل، وبعدين لغايه النهارده ايمن بهجت قمر ولا بهاء الدين محمد طبعًا. ولا الله يرحمه استاذ مجدي النجار، يعني حاسس ما فيش منطق يقول ان في حد يطلع مع الناس دي. صح، يعني ان يخش ده يعني دي لوحدها. بس انت حتى بعد الصلح واشتغلت كتير برضه تاني. لان هو انا عارف ذوق، يعني اللي بيفرقني عن اي زميل تاني الحته بتاعت المزيكا اللي عندي، ان هو عمرو دياب عارف ان انا ذوقي في المزيكا مختلف. طب اقول لك سؤال وتجاوبه بصراحه بدون مجامله، مين الملحن اللي بيريحك؟ لا هما في كتير، عشان ما انا بقول لك بس انت عارف انك بقول لك ايه اللي عدى 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 هيقوم ملحن. انا كميتي في اغاني عمرو دياب يعني كانت عمرو مصطفى وعزيز شافعي اللي عملت معاهم نجاحات كبيره، وكان في اسلام زكي في الاغاني الدراما، بس انا كنت بحاول انوع. بس قصدي يعني انا بقول لك عمرو مصطفى، لان عمرو مصطفى بالنسبه لي كان صاحب فضل، ان هو في بداياتي عرفني على عمرو دياب فعملنا مع بعض وياه، وما كنتش ناوي اودعك. عزيز شافعي عنده حس، انا الحاجات اللي عشان عزيز بيكتب كمان. لا عزيز كمان عنده حته خلتني اتقابل، انا طول الوقت بقعد اقول ايه طب انا يعني اما اشتغل مع فلان، لو انا عملت اغاني مثلا مع عزيز شافعي هي اللي بعملها مع عمرو مصطفى، عملنا ايه؟ ما فيش اضافه. انما عزيز من اول ما عمل اغنيه يا بتاع نعناع نعناع فلكلور، يعني قليل جدا لما تلاقي حد بيتذوق الفلكلور. فعزيز عنده ثقافه ومرجعيه موسيقيه مختلفه ومثقف، يعني عارف تاريخ الاغنيه ويقول لك الادوار ويقول لك كذا. فتلاقيت انا وعزيز في فكره يوم ثلاثه، لدرجه ان احنا يوم ثلاثه دي اصلا يعني ما كناش متوقعين ان عمرو دياب ياخدها. حلو قوي. يعني ما قلتها له بقى، قلت له جبتها له ازاي؟ جبتها له ازاي؟ في مشواري مع عمرو دياب ان انا اللي معترض. انت اللي معترض؟ ومرعوب. لان هو كلمني انا وعزيزه ما اتقابلنا، قلت له عايزين نعمل حاجات في الفلور كده. هو كان اول مره يشتغل مع عزيز وقتها؟ اول مره. وعزيز يعني كان عنده حلقه حكى ان هو كان مرعوب، مكلمني بيقول لي بقول لك انا خايف جدا، انت حاسس ايه؟ قلت له انا مرعوب اكتر منك، فانا المفروض ان انا بطمنه. انت عارف انت نجحت معاك كتير، انا اعمل ايه؟ انا كنت خايف مره كلمني عمرو دياب، وعمرو دياب يعني مزوق، لو سمع اغنيه حلوه حتى لو مش ليه انا اعملها
بيقول يقول لي حلوه، او ممكن اسمعه مثلا كلام تتر انا كنت عامله يقول لي يعني بيسبورت الناس اللي معاه كلهم. مش بياخد وقت كبير انه يختار الاغاني؟ ثانيه، اسرع واحد. اسرع واحد، اسرع واحد. لا وإن انا لسه ده انا لسه هفتح لك في اغاني كان رافضها عمرو دياب ورجع عملها ونكتب، وانت عارفها يعني. لا كتير كتير يعني، قعد رافضها فتره وبعد هو كده رجع مأجل، بيقعد يقول لي مش وقتها. بيأجل لكن ما بياخدش وقت كبير انه يقول او هو لا. هو عنده صوره بيسمع الاغنيه في ثانيه. كمل لنا بقى اللي حصل في يوم ثلاثة. المهم لقيت عمرو دياب بيكلمني بيقول لي حلوه قوي اغنيه يوم ثلاثة دي، انا عجباني الفكره وبتاع. فانا فاكره عجباه من باب ان هي عجباه ان حلوه يعني. قلت له تمام يعني مبسوط ان انت سمعتها عند كان عند اسامه الهندي اللي سمعها لي. فقال لي ابعت لي بقى الكلام كده. هو احنا نعملها بس في مشكلتين في الكلام عايزين نغيرهم. فتفتوا الفتافيت وفتنوني عزيز. هو بيقول اللحن كان قايل سطر في الاخر فتفتوا الفتافيت وفتنوني. كانت ستايل محمد منير شويه الحاجات النوبي كده. ايوه فانا كنت واخد الخيال ان هو شكلها مؤامره عشاء البيضة ولا عشاء السمره ولا مش وفي حاجات جريئه مختلفه قوي. فعلا مبدئيا بس احنا هنغير كذا. قال لي لا زي ما هي، احنا عايزينها بفتفتها زي ما هي مش هينفع تغير حاجه. وقعدنا لغايه اخر يوم في الاغنيه دي. قال له طب معلش السطر ده عشان في حفله هتحصل عليا. يقول لي زي ما هي ده فولكلور. وانا وكان جريء الصراحه يعني دي تحسب له من الحاجات اللي هي بقول لك انا وعزيز خايفين وهو متحمس. هو واثق فيكوا بقى كمان يعني في ثقه. لا سمع واثق فيك. لا هو الوحيد اللي مش هيخاف يعني. ما اعرفش وجهه نظري عمرو دياب لو غنى ورق ابيض عمرو دياب بس عشان تاريخه. هو طبعا عشان هو بيخاف على تاريخه بس هو بالاخر بص اي حاجه هيغنيها بصوته لو غنى نشره الاخبار بصوته هو عمرو دياب. هو ربنا مديله كاريزما الحقيقه. انتوا في الاخر بتخافوا عشان يا عيني الجمهور مسؤوليه. لكن هو الجمهور هيعدي جمهور عمرو دياب هيعدي له اي حاجه يعني. دي اصل كانت اغنيه صادمه. ايوه يعني كانت طبعا تغييره. اول يوم حتى خدنا نقد. هل في اغنيه عملتوها الفنان عمرو دياب عملت ضجه مش حلوه نيجاتيف يعني؟ لا صراحه بس بتحصل معاها حاجه حلوه قوي. ايه بقى؟ اول يوم تعليقات حتى من جمهور. يعني انا بقيت اتفائل بالاغاني اللي بيهاجمها الجمهور اول يوم. ايوه اللي هو يقول لك انا اول مره سمعتها ما عجبتنيش. هو ده عمرو دياب مش مستصاغ. انا عمري ما سمعت اول ما حبيته من اول مره. حسيت ان انا عمري حبيته من اول مره من اول مره. عمرو دياب كنت اقول لهم دايما ايه سيبوه لما يقدر. فاكتشف حاجه بعد شويه غريبه قوي ان انا ولا عمري شغلته في عربيه ولا في البيت ولا اشتريت الالبوم بس حافظه صح يعني في الشارع. لا انا يعني انا جيت في مره انا حافظ البوم عمرو دياب كله ما بيشتغل وانا ما اشتريتوش وما بشغلوش في العربيه وما بشغلوش في البيت. ما انا حفظته منين؟ فتكتشف انك بتحفظه طول ما انت ماشي يا رينج تون يا شغال في كافيه يا شغال في عربيه جنبك يا شغال في الشارع. هو مزوق جدا في الجمل اللي بيختارها وربنا مديله حاجه في ذوقه في حتى في اختيار الطبقات يعني ابسط التفاصيل. لما يعني بيختار طبقه يعني بحس ان هي لو نزلت نص تون مش هتبقى لذيذه ولو عالي برضه مش هتبقى حاجه. فهو عنده خبره ما شاء الله. وعنده متفق ان هو الوحيد اللي في التاريخ اللي قعد نجم اكتر من 30 سنه. طبعا مفيش حد في اي مجال طبعا طبعا قعد نجم في مجاله بلا منازع يعني حتى في التمثيل حتى في الموسيقى حتى اي حد بيبقى اب اند داون. لا وبعدين انا بلا منازع لسه كنت بتكلم قريب عن موضوع ان عمرو دياب طول الوقت عنده شغف لنجاح وحاسس ان هو ما عملش حاجه. هو ما وعنده غيره اطفال. هو الوحيد اللي بيطلع عنده غيره شاب لسه بيبتدي حاجه. انا عايز ابقى مش عارف ايه عشان ما بيطلعش حد جنبه فوق. هو قاعد فوق لوحده ناس كتير بتنجح بيعملوا شغل حلو بس ما بيوصلوش للحته اللي هو قاعد فيها ويفضل قاعد فوق ومش هينزل. انا عايز اقول لك حاجه يستاهل كمان يمكن في الجمهور ما يعرفش ان عمرو دياب ده انا عمري شفته بياخد اجازه ويقعد يكلمني يقول لي انت بتاخد اجازه ليه؟ لا يقول لي اجازتي يوم نجاح واجازتك يوم نجاحك. حلوه قوي. فمثلا كان يكلمني في العيد يقول لي انت معانا ولا زيهم؟ اقول له معاك والله. يقول لي اصل الناس ما بتصدقش البيت والولاد تحريم طب والبيت والولاد وتعالى نعمل ايه؟ لا على عمرو دياب بيبقى مجند الناس اللي معاه.